السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتونا جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده يوم عالمي يا جماعه، النهارده يوم تاريخي في تاريخ البشريه. الملكه اخيرا حصلت على حريتها، حصلت على ورقه طلاقها. لا، لقد هارمنا من اجل هذه اللحظه. والله والله لقد هارمنا. جوايا مشاعر كتير جدا متلخبطه والله. اول فيديو ابقى مش عارفه اقول ايه. يعني الواحد في حالات الطلاق العاديه، في طلاق الناس العاديه في اللي حواليه، بيبقى زعلان، بيبقى متاثر، بيبقى مخنوق، بيبقى متضايق، بيبقى حاسس ان في بيت اتخرب، بيبقى حاسس باحساس وحش قوي. احساس الخراب ده احساس وحش قوي، احساس ان بيت اتبنى وزوجين عاشوا فيه وانبسطوا وبينهم ذكريات وحياة وبتاع، بيبقى الواحد صعبان عليه ان البيت ده يتخرب، بيبقى حاسس بضيقة جامدة جدا. نيجي بقى لحالة مدام هناء، فالوضع مختلف تماما. يعني ما ينفعش اساسا ان احنا نفكر في زعل، لا ده يعني الواحد هين عليه يقوم يتحزم ويديها بجد والله. ليه؟ لان الست دي اتوجعت قوي، الست دي اتحملت حاجات ما فيش ست متهيألي متجوزة اتحملتها. ما اعتقدش، ما اعتقدش وما شفتش ومش هشوف ان في واحدة متجوزة ادت كل العطاء ده، والله العظيم ما شفتها. شوف انا شخصيا اهو، انا اهو لا يمكن ادي ربع العطاء اللي هي عملته، لا يمكن، لا يمكن اعيش مع بني ادم ابقى شايله انا دول اللي هو. طب وحضرتك لازمتك ايه؟ يا ايه ده؟ دي كانت شايلاه هو واهله وعيلته، تقريبا كانت ناقص تشيل البلد كلها معاها. ايه الجوازه الغريبه دي؟ ايه ده؟ يعني لا جاب لا شبكه ولا مهر ولا شقه ولا عفش ولا دفع مليم، لدرجة ان هي بتقول حتى ورق الجواز والنوتير وكل حق هي اللي دفعتها. وياريت الموضوع وقف على كده، لا ده بعد الجواز فضل يستغلها اسوأ استغلال بجد. انا اول مرة اشوف حاجة زي كده، تفضل تصرف عليه وتجيب له اكل وشرب ولبس وتبعت لاهله وتعمل له مشاريع وتعمل له ورق وفي الاخر ياخد القرض ويفلق بيه. الحتة دي بقى اللي غيظاني قوي بجد، واكتر حته قهراني. ما كنتيش المفروض تسكتي على موضوع القرض ده وتفضلي تدفعيه من جيبك لغايه 2027؟ والله العظيم صعبان عليا شقاكي، لان كان المفروض يبقى الشقه ده للبنات مش لبني ادم زي ده. اخدوه وفلق بيه، ويا ريته بقى كان راضي، لا ده كان بيطلع يشتمك كمان، بسم الله ما شاء الله. وكان بيتعاون مع الشراشيح، وكان بيسرب اخبارك كلها للقرعه، وكان بيقبض وكان بيعمل. يا اعوذ بالله، يا اعوذ بالله. عايز اقول لك يا مستر عادي، انت عيشتنا سنتين غم بامانه ربنا، سنتين سواد سواد، يعني كرهتنا في صنف الرجاله كلها. احنا كلنا كستات متجوزه بقينا قاعدين نبص لجوازاتنا كده، ايه دنيتكم؟ الواحد بقى في حاجه كده جوايا والله بجد. اسوأ تجربه انا شفتها في حياتي. تفتكروا يا جماعه الست ممكن تدي يعني بلا مقابل كده من غير ما تحكي بعقلها ولو لثانيه؟ مدام هناء كده من اطيب الشخصيات اللي انت تشوفها في حياتك، بكلمتين حلوين تاخد يا عيني عينيها وهي لاغيه تفكيرها، ودي حاجه يعني مصيبه، مصيبة، مصيبة في حق نفسها. ان يا عيني ممكن يضحك عليها بكل سهولة، عايشة طول عمرها تدور على الحنان وعلى الامان وعلى السند وعلى كل حاجة، وللأسف يعني وقعت في النصيبة السودة ديا. مش هنقول مصيبة، هي نصيبة، وقعت في النصيبة ديا. يعني وقع سودة، يعني ده يعني عملت تبادل للأدوار بشكل غريب غريب. يعني اخدت دوره في كل حاجة، ودورها هي كمان، شالت الدورين مع بعض. الجواز ده يا جماعة يعني
يعني سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. يعني بيقول لك ايه، الأفة اللي مودنين يشيلوها اتنين. يعني الجواز ده مشاركة، تعاون في كل حاجة في الدنيا، كل حاجة قاسمينها على اتنين، المسؤولية على الاتنين، الولاد على الاتنين، حتى لما يفرحوا للاتنين كل حاجة. لكن ان بني آدم او طرف واحد في العلاقة هو اللي يشيل كل حاجة عليه، فعشان كده انا الست دي صعبانة عليا قوي بجد والله، لان انا من الناس اللي عصرت الموضوع ده. كنت زعلانة جدا 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 في وقتها على الموضوع ده، واتذكر ان انا ما كنتش بنام تقريبا، يعني كنت بفضل اشغل فيديوهاتهم، وبالذات اللي موجودة على الانستا بتاعت الاغاني والكلام ده، اقعد اعيط اعيط، ما تفهموش انا بعيط ليه، بس يعني كان صعبان عليا جدا ان قصة الحب دي تنتهي، وان المشاعر الجميلة اللي انا شايفاها دي تخلص. كنت حاسة ان بيت اختي بيتخرب حرفيا والله العظيم، مش مبالغة ولا عشان بطبل لمدام هناء ولا حاجة، بس كان جوايا شعور بالضيقة محدش يتخيله. وحاولنا حاولنا والله، يمكن حتى مدام هناء لمحت كده في الفيديو بتقول الناس اللي حواليا ما كانوش وحشين، وحاولوا ان هم يصلحوا الدنيا، وحاولوا ان هم يخلوني احاول مرة واثنين وثلاثة، والله حاولنا على قد ما نقدر قسما بربي، بس ما كناش لسه عارفين هو عامل معاه ايه او ايه حياتهم، ما كناش نعرف حاجة. كان كل كلامها عنه كان عشرة طيبة، ما كانتش بتقول عنه حاجة، فاحنا ما كناش عارفين حاجة. يعني احنا قلنا سوء تفاهم، القرعة دي وقعت ما بينهم بتاع كده، فاهمين؟ ما كناش لسه عارفين حاجة خالص، ولا كانت هي حكيه لنا حاجة ولا بتاع. فكان بقى الإحساس بقى، كنت بصوا أعمل أي حاجة عشان خاطر يرجعوا لبعض وقتها. بعد ما عرفت بقى قلت يخرب بيت هطلي، ايه ده ايه ده، وانا اللي منكده على نفسي، وانا اللي عمالة اعيط، وانا اللي عمالة الاقي اي طريقة، اتاري لا الدنيا حاجة تانية غير اللي انا فاكراها. اصل الف ب يا جماعة الرجولة ان الراجل ما يمدش ايده لمراته، الف ب الرجولة. ليه؟ لان يوم ما بيعمل كده الراجل بينزل قوي في نظر مراته، بتحس ان هو مش هو السند والامان والقوة وكل حاجة وراها، لا تحس كده ان هي اللي بقت الراجل. لو هنقول ظروفه على قده وهي هتساعده ماشي، لكن هي تشيل الليله وهي اللي تدفع وهي اللي تعمل، دي مصيبه. فانا ما كنتش مستوعبه ان في واحده ست تحب للدرجه دي، لدرجه ان هي تعمل اي حاجه وتديله كل اللي وراها واللي قدامها عشان خاطر يبقى مبسوط. لا، والحته اللي غصتني قوي في الفيديو وهي بتقول لو فضل معايا كان بيعني اللي ورايا واللي قدامي، كان كل يوم يجيب لي مشتري للمطعم، مشتري للشقه، مشتري مش عارف في ايه، وانا اقول له انا مش مضطره ابيع، وكانت عايزه تبيع الشقه عشان خاطر تصفره هو وعياله يتفسحوا. انا بص، انا سمعت الحته دي جات لي جلطه، حسيت ان انا مش حسيت ان قلبي وقف. تبيع الشقه عشان تفسحيه هو وعياله؟ يخي عنهم ما تفسحوا بجد والله، ده شقاكي، ده شقاكي. عارفة يعني ايه شقاكي؟ شقاكي في الغربة، تصحي من بدري تروحي تشيلي يا عيني كبار السن، وتروحي تعملي مش عارفة بيوت تدهنيها، وتشتغلي هنا وتشتغلي هنا عشان تكوني حاجة ليكي وللبنات الغلابة اللي قاعدين معاكي، بناتك بكل سهولة كده تقولي كنت عايزة ابيعها عشان خاطر يتفسح. لا ده انتي مراية الحب مش عامية، لا دي ملهاش عيون اساسا بجد والله. للدرجة دي ممكن تحبي بني ادم تديله كل حاجة لدرجة شقاكي؟ شقاكي يا نهار اسود ومنين ده. انا بصوا الحتة دي بجد جابت لي جلطة، بس يعني احنا سمعنا منها قبل كده ان هي كمان كانت ممكن تديله القناة تكتبها باسمه والفيلا. الحمد لله انه ما كملش معاكي، الحمد لله والله العظيم. انا بحمد ربنا ليل نهار، لان لو كمل معاكي
كان زمانك دلوقتي على أرصفة فرنسا ما انتش لاقي تاكلي. وعشان كده نفسي لما ربنا يكرمك ببني آدم يكون إنسان فعلا محترم، وإنسان فعلا يقدر يصونك، وإنسان ما يستغلش مشاعرك واحتياجك للأمان واحتياجك لكلمة حلوة وللحب وللعاطفة والكلام ده ويستنزفك. اوعي حد يستغلك، اوعي حد يستغل طيبتك. هي بقول لكم قلب طفلة، عارفين يعني ايه قلب طفلة؟ يعني حتى وهي فرحانة وبتغني معاكوا وبتاع انا حاسة ان هي ندمانة، عايزة تقول هو انا ايه اللي جابني لهنا؟ انا ايه اللي موديني على محكمة؟ وايه اللي مرمطني كده؟ وايه اللي مخليني رايحة جاي؟ ايه ده؟ ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ هي عايزة تقول كده. انا حسيت كده بالاغنية ان هي ايه ندمانة، فاهمين؟ ندمانة على اللي عملته في نفسها، مش ندمانة عشان حاجة، لا ندمانة عشان البني ادم ساعات ممكن ياخد قرار يندم عليه سنين، القرار في ثانيه لكن الندم سنين. انا حسيت الست دي بكده بتقول لو محاميه تانية غير المحاميه بتاعتي كان ممكن اخد سنين في المحاكم، لكن الحمد لله شاطره جابت لي على طول الطلاق بسرعه بسرعه وخلصنا من الموضوع وما جاش يستأنف وما جاش يعمل وبتاع. طبعا هي ما اعلنتش اكيد المعلومه دي قبل كده عشان ما يروحش يستأنف، اكيد عايزه تخلص، عارفين اللي هو اخلص بس اخلص انفد بجلدي. والله العظيم غلبانه وطيبه وتستاهل خير الدنيا كله على طيبه قلبها، ولكن للاسف وقعت في ايد انسان استغل طيبتها، استغل حبها، يعني مصها لاخر قطره في دمائها زي ما بيقولوا، اخذ كل حاجه. سيبكم الفلوس، لكن احساس يعني الخيانه والغدر والاحاسيس الوحشه قوي دي اللي حست بيها، دي احاسيس وحشه قوي يا جماعه. يعني الفلوس ممكن تتعوض، هتشتغل وهتتعوض اهو، ربنا برضو بيعوض مش مشكله، لكن كثره القلب ما بتتعوضش. الاحساس بالمشاعر الوحشه قوي دي يعني الخيانه والغدر والوجع حسيت صعب قوي، صعب قوي 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 قوي، يعني خصوصا كمان ان هي شافتها على الميديا. عارفين لو واحده تانية ما عندهاش قناه وواحد ما عندوش قناه والكلام ده كله كان خلاص هيبعد عنها والموضوع هينتهي مش شايفه، لكن ده كان بيتعمد يوجعها، كان بيقول لها اه انا خنتك مع القرعه والقرعه طالعه معايا هي، وكانوا بيعملوا لايفات اباحيه في رمضان، ايه تواشيح بلس 90، ايه رايك في مش عارفه ايه ريحته زي الفل، ايه رايك في الشهاده اللي قصاد السرير شفتها، اللي هو ايه اعتراف احنا خاينين وبكحين كده. احاسيس بالوجع يا جماعه ما يحسهاش غير اللي جوه الموضوع، بس والله انا كنت حاسه بيها قوي، كنت يعني بطلع وانا متضايقه ومنفعله ونفسي اكله باسناني عشان انا كنت حاسه بوجعها قوي، لان انا بعتبرها اختي. يعني في ناس بيقولوا ده انت اللي مش عارفه، انت اللي خربتي الدنيا، انت اللي عملتي، انت وامك، انت اللي سوستوا، انتوا اللي عملتوا. قسما بربي ابدا، ده انا اكتر واحده كان نفسي تبقى هي سعيده في حياتها وتكمل حياتها ويبقى معاها سند ودار، يمكن هو ده اللي خلاني اطلع وانفعل على ابو منه، وكنت زعلانه منه قوي وقتها اقول له ليه كده، ليه بتعمل كده، خليها يبقى ليها سند وظهر كده في الغربة، عاجبك انها تعيش لوحدها، عاجبك انها ما يبقاش في امان، ما يبقاش في حد ياخد بحسها، كنت بنداها منه قوي وبضرب نفسي بالجزم برضو كل ما افتكر الفيديو ده. ساعات الواحد بيبقى غبي. يعني ساعات الواحد بجد بأمانة العاطفة برضو ساعات بتتغلب على الواحد، ده حقيقي، احنا يعني ماشيين بقلبنا شوية، ولكن الست دي بجد ربنا بيحبها، ربنا بيحبها انه بعت لها القرعه. انت المفروض تعملي فيديو شكر للقرعه، والله خلصتك من مصيبه كان هيقضي على اللي وراكي واللي قدامك، ما كانش هيسيب حاجه للبنات الغلابه دول، والله العظيم. يعني انا لو منك والله اعمل فيديو شكر للقرعه. يعني هي حبت تضرك، هي في دماغها كده ان هي ضرتك وانتقمت منك وخربت حياتك واخدت سبع البرومبا وعملت الميامل، مع ان في الاخر قالت له
مامي في العشه ولا طارت، اديته الصابونه مع اني كانت بتقول له هجيبك باشاره من صبعي هشغلك هنا، زي ما هي طلعت قالت لنا بيتي مفتوح ليه، تشرف في اي وقت، عايز تشتغل هنا في اي وقت، اعمل لك عقد واعمل لك. ما شفناش حاجه خالص بامانه بجد. انت دمرتيه يعني كلمه دمرتيه دي كلمه قليله بجد، انت ما اذيتهاش، انت نفعتيها بامانه. فعشان كده بقول لها لازم تعملي فيديو شكر للقرعه، خلصتك من مصيبه كانت هتدمرك، ما كانش ليها حل بقى المصيبه دي، ما كانش ليها حل. لو كنت اديتي له اللي وراكي واللي قدامك كان الموضوع خلصان. فالحمد لله، الحمد لله ان هي جت تضرك، لا ده عملت لك اكبر خدمه في حياتك. من غيرها كان هيفضل مكمل عليكي تمثيل، كان هيفضل لابس الوش الملائكي كده وبتاع وياخد لغايه ما تبقي على الحميد المجيد، وكانت هنوصل لنفس النتيجه برضو اللي احنا وصلنا لها دي، بس كانت النتيجه بقى هتبقى اسوأ في حياتك انت، وانت مش حمل مرمطه وبهدله، انت اتمرمطتي كتير، اشتغلتي وتعبتي وشلتي وحطيتي جبتيها من شرقها لغربها يا عيني. والله العظيم انا انت قصه كفاحك دي برضو يعني يتعمل لك عليها تمثال. قدفتي بنتين في الغربه على كتافك لوحدك وعملتي كل ده لوحدك، فانت ميت راجل. ولكن الكلمة دي بلاش تنسيكي ونصتك وتخليكي تشيلي الدورين، محدش يستاهل. تيجيتي على صحتك، جيتي على نفسك، جيتي على بناتك، جيتي على وقتك حتى معاهم، جيتي على كل حاجة، وفي الآخر ما خدتيش غير خيانة وغدر وشتيمة وقلة أدب. يا أعوذ بالله، إيه ده؟ في ناس يا جماعة نكره للجميل للدرجه دي؟ في ناس جحده بالمنظر ده؟ يا نهار اسود، بقول لكم الكلمه وجعتني انا لما بتقول انا كنت عايزه ابيع الشقه واصفره ويتفسح هو وولاده. طب انت مالك ومال ولاده؟ انت مالك ومال ولاده؟ وانت ملزومه بيهم بجد؟ والله انا ما شفتش انسانه كده في الدنيا، ما شفتش لغايه دلوقتي، ما اعتقدش ان انا هشوف برضه، ما اعتقدش. يعني انت نسخه فريده، ولكن على نياتكم ترزقون. هو عشان كانت نيته سودة فربنا رزقه بالقرعه، قال لك لا ده انا هقع على صفقه العمر، ده انا هتامن لي مستقبلي ومستقبل احفادي. الحمد لله ما زال على الكنبه، بدل ما كانت صفرة بقت سودة، الحياة سودت خلاص، موضوع خلصان. عشان كده برضو بقول لكم ان القرار ثانية والندم سنين. اهو البني ادم ده والله انا كل ما يعني افكر في امره اتعجب، في حد يعمل في نفسه كده؟ واحد كان في ايده مفاتيح الدنيا كلها في اوروبا وشغل وفيلا وعربية وفيزا اسحب منها زي ما انا عايز واجيب اللي انا عايزه ليا ولاهلي، وواحده بتحبني اكتر من روحها، بتحب ولادي بتحب عيلتي، عايزه تعمل تطلع السمكه تجيب لي حته من السما عشان اكون راضي ومبسوط، مش عايزاني اشتغل، بتروح تشتغل بدالي. يا نهار اسود، ده انت كان معاك كل حاجه، يعني مش عارفه اوصفك بجد، كان معاك كل حاجه حرفيا في ثانيه. ثانية شوف ربنا سبحانه وتعالى لما بيريد يبدل حال البني آدم، نزل على قلبك الطمع وعلى عينك، قالك لا القرعة دي معاه مال قارون، هي بس بست له بس، ومن ساعتها يا عيني اتشد نزل تحت الأرض. دي كانت بتشتغلك في القناة بتاعتك، يعني القناة اللي هي عاملاها وشغلتها لك وعملتها لك، انت حتى ما عرفتش تشغلها. كان عليك من ده كله بإيه؟ نفسي أعرف، نفسي ألاقي مبرر واحد عشان تبيع كل ده وتبيع الغالي بالرخيص. هتقولي يا رب أنت عمالة تفتحي الدفاتر القديمة ليه وبتأنبي لي؟ ما خلصنا بقى الحمد لله. عايزة أقول لكم إن أنا لا بأنبه ولا بألف في الدفاتر القديمة، أنا بتعجب لأمره. يعني أنا كل ما أفكر في الموضوع ده واشوف الحاجات اللي كانت عند البني ادم ده
استغرب من تصرفه بجد. ما هو مفيش انسان عاقل يعمل اللي هو عمله ده، انسان في كامل قواه العقليه يعمل الكلام ده كله، غير ان الطمع يعني سبحانك يا رب، الطمع عمى عينيه. فيعني ربنا صدر له القرعه دي، هي دي اللي جابت له النهي، ما قضيتش على مدام هناء، مش عارفه تقضي عليها بكل اللي عملته وبكل الدفع اللي رايحه تدفعه للشراشيح وكل اللي هي الحرب اللي شغالها دي كلها، ما عرفتش الحمد لله اللهم لك الحمد تزعزعها سنتي عن مكانها، ما عملتش فيها اي حاجه، خرجت من غير خدش الحمد لله. في الاول اتاثرت نفسيا لان كانت لسه، كان لسه الجرح طري بالنسبه لها، لكن بعد كده تعافت وقامت اقوى من الاول، وبدات تضحك على الايام اللي هي كانت فيها وتقول ايه الهطل اللي انا كنت بعمله في نفسي ده، ايه اللي انا عملته ده. فانت ما عرفتيش تضريها بحاجه الحمد لله، لان ربنا حميها، هي عمرها ما بتضر بني ادم، لذلك ربنا عمره ما هيضرها، لا يمكن هيخلي واحده زيك تاذيها. بنتكلم النهارده بعد مرور سنتين على الموضوع ده، النهارده نهاية الموضوع والنهاية كده بتنزل كده، نهاية الحكاية خلاص، القصة اتقفلت وما اعتقدش ان احنا هنسمع عنها تاني، لان ما بقاش فيها حاجة خلاص تسمع، بقوا اتنين اغراب عن بعض ولا كأنهم عرفوا بعض في يوم من الايام. هي القرعة هي اللي هتفضل شغالة في الاطران اللي هي شغالة فيه ده. عايزة اقولك ان النار اللي جواكي حرقك انت، مش حرقها هي، بكل اللي انت بتعمليه وكل اللي انت عمالة السيناريوهات اللي انت عمالة توزعيها عشان حد يطلع يشتمها، عشان حد يطلع يضايقها، الدفع مش عارف اللي انت عملتيه ده كله، كل ده جاي في الهوا بلح، ما قصرتيش فيها ولا هتقصري. هو البني ادم ده اللي في النص هو ده اللي اتضر، بس سبحانك يا رب. انا بقول لكم وعلى نياتكم ترزقون، يعني هي نيته الصدى قعدت له خلاص، يعني ده امر منتهي. برضو عايزه اقول لك يا ملكه، بدايه حياه جديده النهارده، قفلنا قصه الحمد لله كنت قلقانه عليكي فيها برضو. ما تقلش اهميه عن قصه ميس يوجانو اللي احنا الحمد لله طمنا عليه، عريس الاسلام اتزف الحمد لله مسلم في مقابر المسلمين، طمنا عليه ويعني نص الحكاية اتقفلت الحمد لله، وطمنا عليك النهاردة اخدت حريتك، قفلت بقى باب الماضي كله بكل جراحه، اتبقى منه القرض اللي انت هتسدديه عيني ل 2027، هو ده الحاجة الوحيدة اللي اتبقت من الماضي الأليم ده. اتمنى بقى ليكي حياة جديدة، حياة حلوة، حياة جميلة انت تستهليها، حتى لو ما لقيتيش البني ادم اللي في خيالك او البني ادم اللي يقدر يحافظ عليكي ويقدر الجواره اللي هتبقى معاه، فانت برضو منتظراكي حياه جميله مع بناتك، دول بقى ثمرتك، دول بقى شقه عمرك اللي الحمد لله انت ما قصرتيش فيه، لذلك طالعين مضللين عليكي دلوقتي، هم دول بقى اللي بيونسوكي وهم دول اللي بيسالوا عليكي ودول اللي مخليين بالهم منك، فانت برضه منتظرك حياه جميله لسه معاهم، لسه في حاجات كتيره جدا جايه، في عيال بقى جايه وفي جوازات. بالنسبه لفيروز طبعا ياسمين الحمد لله اطمنت عليها، لسه بقى هتعيشي حياه تانيه خالص. فانا سعيده ليكي وفرحانه ليكي ومبسوطه، وعايزه اقول لك والله اليوم النهارده ده يوم عيد، رغم ان المفروض في الاحوال العاديه بيبقى يوم حزين على البني ادم، لكن انا حاسه بالفرحه اللي في عينيك ان انت كان كابوس، كان حجر على قلبك ومش عارفه تشيليه ازاي، حسيت ان انت النهارده رجعتي مليون سنه لورا، حتى باين على ملامح وشك، حتى في التعليقات بيقولوا لك شكلك صغرتي مليون سنه، ايه ده في ايه؟ هو انت كنت معاه معجزك ليه كده؟ انت حاجيتي حتى في الفيديو بتقولي ده انا تعبت، كنت بغسل وبشتغل وبروح وبوضب له الاكل للمطعم وبعمل الطلبيات غير مشاوير وغير ما كنت بحاول اجيب له الكارت، كنت بدخله الامتحانات، كنت بحاول اعلمه اللغه. ده انت اتبنيتيه، اختصري وقولي ان انت اتبنيتيه. الحمد لله الحمد لله، الانسان يا جماعه ما بيتعلمش ببلاش، الانسان ما بيتعلمش ببلاش، انت علمتينا كلنا كلنا،
الحمد لله اخذنا منك درس والله انا شخصيا عمري ما هنساه في حياتي. يعني كل الاخطاء اللي انت عملتيها انا لا يمكن اقرب منها، لو ما كنتيش انت مثال حي قصادي وطلعتي حكيت لنا كل اللي انت حكيتيه ده وعشنا معاكي كل الايام السودة دي، انا عمري ما كنت اصدق ان بني ادم يعمل كده بجد والله، غير لما شفت التجربة على ارض الواقع معاكي انت. ربنا هيكرمك الايام اللي جاية، وانا متأكدة من عوض ربنا ليكي، لان انت انسانة طيبة وانسانة جميلة من جواكي وبتحب الخير للناس كلها، ومش هنسى جميلك عليا ولا فضلك عليا طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى في الحفاظ على بيتي وحياتي. وكان نفسي ان انا اكون مطمنة عليك انت كمان، ولكن برضو محدش عارف ربنا شايله ايه، يمكن ربنا شايلك خير احنا لسه مش عارفينه، محدش عارف، بس اللي انا واثقة ومتأكدة منه ان ربنا هيجازيكي خير عن صبرك وعن كل القرف اللي انت مريتي بيه في حياتك. ربنا يجازيكي كل خير يا ملكة، والف مبروك للمرة التانية على الطلاق، ومستنين حفلة الطلاق بقى، عايزين بقى نعمل حفلة كده ونهيص، يا ريت تكون هنا في مصر، يا ريت والله نفسي اخرج انا وانت كده وننبسط ونعمل حفلة بقى، يعني دي بجد دي الحاجة اللي يتعمل لها حفلة، ما ينفعش تعدي الموضوع كده. نفسي تيجي مصر وتقعدي في وسطينا وتتسلي وتنبسطي معانا، وان شاء الله الايام اللي جايه كلها خير ليكي والله انا متاكده من ده. انزلوا كلكم يا جماعه في الكومنتات، على فكره عيني بتلمع دموع الفرح عشان تكونوا فاهمين، عشان بس ما تفسروهاش بقى على حاجات تانية، تمام؟ انا فرحانه لها من كل قلبي، مش زعلانه ومش متضايقه ولا حاجه، والله يعني انا فرحانه لها فعلا ان هي مبسوطه، ان هي مرتاحه، ان هي خلاص بالها مرتاح دلوقتي، مش عايزه اكتر من كده، ان هي تطلع بتغني ومبسوطه ومرتاحه نفسيا يعني بالمنظر اللي احنا شفناه ده. ربنا يروق بالك دايما ويرزقك الخير، وانزلوا كلكم بقى في الكومنتات باركولها باركولها وقولوا لها عايزين حفله الطلاق مع ارمط في مصر، اضغطوا عليها يا جماعه، واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.